يلا على السلامة يا هانم. الله يسلمك. البي فين؟ في المكتب. زعلان مني؟ انت شايفة ان اللي انت عملتيه ده عادي؟ يعني هو اللي يوسف عمله ده كان عادي؟ اي كلمة عن يوسف ومش هتعجبني هيكون رد فعلي مش كويس. انا جاية النهاردة علشان خاطر يوسف. انا قررت اجيب الولاد يعيشوا في مصر. يوسف كان طول عمره نفسه ان الولاد يعيشوا في وسط اهلهم وفي وسط عيلته. انا اللي ما كنتش موافقه. بصراحه انا كنت شايفه ان حياتهم هناك افضل. وايه اللي خلاكي غيرتي رايك؟ بابا اقنعني ان الولاد مهما كبروا لازم في الاخر هيرجعوا بلدهم، وان الصله الوحيده اللي كانت بتربطهم بمصر هي ابوهم الله يرحمه. ما دام الصله دي مش موجوده لازم اخليها تستمر باي طريقه. وانا اقتنعت بالكلام ده. والولاد هيجوا مصر امتى؟ بسرعة، هيجوا بسرعة، هخلص الإجراءات واجيبهم. يبقى أنا بقى كده أفرش لك الفيلا اللي كان شاريها يوسف. وليه ما نعيش معاك هنا؟ أنا مش هعرف أعيش لوحدي، أنا بقالي سنين برا مصر. أنا نسيت كل حاجة، حتى أصحابي نسيتهم. وبعدين الولاد لازم يعيشوا مع جدهم ويرتبطوا بيه، ولا إيه؟ ما بتضيعيش وقت أنتِ خالص، جيتي بسرعة. وده يزعلك؟ لا ابدا يا حبيبتي، هزعل ليه؟ ده بيتك. انا اللي زعلني بقى بجد ان انتي مشيتي بسرعه. بقيت مستعجبه. معقوله مرات يوسف اللي بتحبه مخلفه منه ولاد تبيع القضيه عادي كده؟ وحتى قلت لعمي ما تزعلش انها ما جابتش الولاد. حقها تشوف الظروف عامله ازاي وبعدين تبقى تجيبهم بقى. ما انا اكتشفت ان انا كنت غلطانه، وعشان كده قررت اجي اعيش هنا انا والولاد. الولاد لازم يعيشوا في البيت اللي كان أبوهم الله يرحمه عايش فيه ومع جدهم. قولي لي يا روية، انت لسه ما خلفتيش مش كده؟ أنا لو منك لازم أشوف دكتور بسرعة، الرجالة ملهاش أمان. على فكرة أنا أعرف دكتور هايل في لندن، لو عايزة ممكن أحجز لك عنده. انت تروحي تشوفيه وكلها أسبوع وتبقي شايلة. مش بيقولوا كده برضو هنا؟ يا خالد انت فين يا دايا؟ انا عايزك دلوقتي حالا.